كنت ضحية ظلم وندمان على كل فنجان قهوة شربته مع إليسا. مش هخلي بيني وبين الإنسانة دي أي صلة، سواء فنية أو غير فنية. مش هشتغل معاها تاني مهما كانت الظروف. أزمة إليسا وزياد برجي بدأت في 2022 بسبب أغنية وبطير اللي اتخانقوا عليها، ورفعت بسببها إليسا قضية على زياد برجي، والموضوع وصل للتهديد بالقتل. بعد خناقة إليسا والملحن زياد برجي والشاعر أحمد ماضي سنة 2014 في ألبوم حالة حب، بدأت العلاقات ترجع تاني، ورجعوا يشتغلوا سوا في أغنية اسمها أنا وبس. ولكن حصلت خناقة بينهم، ورفض أحمد ماضي إنها تنزل الأغنية، لكن إليسا ردت عليه في تويتر على حسابها على تويتر وكتبت: واحد بيردح على السوشيال ميديا وبينقل كلام على واتساب، أنا شفت وشهم الحقيقي ومش هشتغل مع الناس دي تاني، ولكن الأغنية ملكي وهنزلها لأني وعدت جمهوري. ورد عليها الشاعر أحمد ماضي وكتب: شكلك بالعربي مفهمتيش، وهنتقابل في المحاكم، بيني وبينها القضاء وهنكشف كل الأوراق. وقال كمان: التنازلات لا تعني إنها دفعت كل الحقوق المادية، ده كمان في كلمات في الأغنية قالتها بطريقة غلط وده تشويه للأغنية. وبعدها نشروا الأغنية بصوت زياد برجي وغيروا اسمها، وبقى اسمها وبطير. وقال وقتها إن إليسا كانت عارفة إنهم هينشروا الأغنية، ولكن بعد ما زياد برجي نشر الأغنية على طول رفعت إليسا قضية عليه بسبب تعديه على حقوق ملكية الأغنية، وقالت: الحقوق الفنية كلها بتاعتي. وقال زياد برجي وقتها في تصريحات تلفزيونية إنه تهدد بالقتل، ولجأ للقضاء علشان يعرفوا مين الناس اللي اتصلوا وهددوه بالقتل، واللي كان فيهم صوت ست لبنانية. وكسبت فعلا إليسا القضية، ونشرت إن القضاء اللبناني عادل ونزيه، وأثبت إن أنا وبس ليا وبس. وبناء على القرار ده كان ملزم زياد برجي وأحمد ماضي يحذفوا أغنية وبطير. وخرج زياد برجي تاني في تصريحات تلفزيونية وتسأل عن علاقته بإليسا، وقال: كنت ضحية ظلم وندمان على كل فنجان قهوة شربته مع إليسا، مش هخلي بيني وبين الإنسانة دي أي صلة، سواء فنية أو غير فنية، مش هشتغل معاها تاني مهما كانت الظروف. ولما المذيعة قالت له غني لنا حاجة، قال: هغني وبطير، لأن أكتر حاجة بتغزها وتعصبها لما تسمعني بغني وبطير.